مسك الختام معايا النهارده ابطال باتحاد الزعانف غوص وانقاذ طبعا، ولكن هي لعبه السباحه بالزعانف بطوله العالم اللي اقيمت في فرنسا، خدنا فيها 19 ميداليه متنوعه من ضمنهم 7 ذهبيات في تخصصات مختلفه. نرحب بضيوفنا طبعا وابطالنا اللي شرفونا في بطوله العالم اللي اقيمت مؤخرا في فرنسا، مهاب أهلا بحضرتك. وندى وبسمله. نورنا مهاب ايهاب، 3 ذهبيات وفضيه، ندى مجدي 3 ذهبيات وفضية، وبسملة ذهبية السباحة بالزعانف. منورنا وأهلا وسهلا بيك وألف ألف الله مبروك يبارك يا في رب. حضرتك. نبتدي بيك ولا نقول ليديز فيرست؟ شايف ليديز إيه؟ فيرست. ليديز فيرست. ندى، ندى احكي لنا على البطولة واستعداداتك كانت قبلها بقد إيه؟ البطولة كانت في معسكر مغلق من عشرة تمانية في اسكندرية، والسفر كان عندنا يوم 22/9، فكنا الفترة دي بتمرن في معسكر في اسكندرية تمرين بس، في فقط يعني احنا كنا مركزين على التمرين. معسكر جيم مغلق مش كده؟ معسكر مغلق. اه يعني يعني ندى كمان اذا عايزة عايزه اسال بسمله بعد ندى، اقول لك يعني الفرق ما بين، يعني الناس بتلخبط ايه بقى الفرق ما بين السباحه العاديه والسباحه بالزعانف؟ دي سباحة بتبقى كلاسيك دولفين وبريست وباكو حرة، ودي مونو وزعانف، يعني دي غير دي خالص. فهيقول لك يعني ايه مونو؟ ركت ركت صعبتها زيادة. مهم فصل لنا الموضوع شوية، سهله يعني. السباحة بالزعانف عامة هي الزعانف يعتبر زعانف مزدوجة، اللي هي بتبقى اللي هو السباح بيقوم حر عادي زي الكلاسيك، أو هي بتبقى كلاسيك أصلا بس بتضيف إن احنا بنلبس زعانف في رجلينا، تمام. وفي نوع تاني اللي هو السباحة بالمونو، دي بتبقى زي زعنفتين لازقين في بعض زي بنعوم زي الدولفين كده بالظبط، أو عروسة البحر. البطولة كانت صعبة، دي كانت تعتبر من أصعب البطولات اللي اتعملت. استعدت لها قبلها بقد ايه؟ أولا كان في بطولة الجمهورية في شهر 5، دي كان متأهل عليها تصفيات المنتخب يوم 30/7. الحمد لله ربنا كرمنا وتأهلنا من تصفيات المنتخب للمعسكر. المعسكر اتعمل بعدها ب10 أيام. نظام التأهل عندكم ازاي؟ من بطولة الجمهورية، من بطولة الجمهورية. اتخذ يعني عليها بطولة عالم تتأهل لها من بطولة جمهورية، جمهورية مش شرط بتاخد مثلا أسماء أفريقيا أو أولية، عرب. بناخد أسماء أولية مبدئية يتعمل عليها تصفيات تاني، بتصفي تاني، وبعدها بيتم بقى اختيار المنتخب، أنا وزمايلي في المنتخب. بعد كده اتعمل لنا المعسكر يوم 10/8، كان المعسكر مغلق حوالي 45 يوم بالبطولة. المعسكر كان ماشي اللي هو كان تمرين صبح وتمرين بعد الظهر. اللي كانت لسه ندى بتحكي عن المعسكر ده. تمرين صبح وتمرين بعد الظهر يوميا يعني. طيب ندى، بصي الصور اللي معانا اللي احنا بنعرضها واحكي لي على اجواء البطوله. زي ما قلنا البطوله دي كانت من اصعب ايام البطوله، اصعب بطوله حصلت لي. كان دي تراك المشاركه الاولى موجه ليكي في كده عالي. البطولات ولا كان لا في انا مشاركات تانية؟ في منتخب مصر من 2021، ودي البطوله العاشره ليا تقريبا دوليه. العاشرة ما شاء الله. طب في ميداليات قبل كده؟ انا حققت في خلال السنين دي حوالي 25 ميدالية عالم، ما شاء الله. في بطولة بحر متوسط، في بطولة منتخبات زي بطولة فرنسا دي، في بطولة عرب افريقيا، وفي بطولة العالم للجامعات برضو. بس اول مرة السنة اللي فاتت او السنة دي، عشان كنت سنة اولى يعني في جامعات، فكانت اول مرة ليا. بطولة فرنسا لسه خلصانة دي. صعوبتها في ايه؟ كانت صعوبتها كانت في دول كتير، وكانت أصعبهم، كانت المنافسة أصعب. ايه أصعب الدول المشاركة بالنسبة لك كمنافس؟ كانوا مين؟ في روسيا و روسيا وإيطاليا، متهيألي روسيا وإيطاليا وكولومبيا كانوا صعبين. وبسمال نفس النظام، كانت البطولة دي كانت أصعب بطولة بجد نزلتها يعني. كانت في مرحلة سنة كانت أقوى بلد كانت فرنسا. ليه بقى؟ يعني هما السباحين الفرنسيين في مرحلتك العمرية بيتميزوا بإيه؟ هما سباحين أصلاً كلاسيك، فأما بيلبسوا الزعانف بتبقى الموضوع بالنسبة لهم أسهل، أسرع وأسهل. ده معناه إن احنا محتاجين التدريب بتاعنا يبقى بالتكنيك ده تفتكري؟ يعني كسباحة زعانف بس استحانف بس، فلازم أتمرن حرة علشان أعرف
ابقى في نفس المستوى بتاعهم. مهاب بتحب لما تيجي تتفرج على السباحه العالميه تتفرج على مين؟ ممكن مايكل فيليبس. مايكل فيليبس، ايه اللي بيعجبك في التكنيك بتاعه؟ بيعجبني اكتر حاجه منتلي، هو بيبقى نازل بيبقى فوكسد اكتر على السبق، بيبقى مركز حتى لو بيبقى عنده سباقين في وقت قصير جدا. ان هو بيعرف يبقى منتلي كويس قوي مع نفسه، ويعرف حتى يجيب 2 ذهب في الاولمبيكس وبيبقى في وقت قصير. طب شفت اكيد الاولمبياد الاخيره؟ اه طبعا. مين اللي عجبك؟ ليون من فرنسا. فرنسا. واضح انه السباحين الفرنسيين عاملين شغل جامد الفتره الاخيره. ندى، لما نيجي نتكلم على تدريبنا وتاهيلنا للبطولات، بتحسي انه احنا محتاجين نضيف ايه عشان برضو نبقى على المستوى بالنسبه للسباحه، ندخل في الاجواء العالميه اكتر؟ لانه احنا دايما بنقول احنا ايه في السباحه على المستوى اللي كنا دايما نقول كده، لكن طبعا احنا دلوقتي معانا ابطال عالم، كنا دايما نقول ايه على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي احنا ماشيين كويس قوي، لكن على المستوى العالمي بنبتدي ايه نرجع شويه. لكن اعتقد الموضوع ده بالنسبه لكم واقع انتوا بتعيشوه دلوقتي، بقينا على منصات التتويج. ايه الفرق اللي احنا عملناه؟ اهتمينا في حاجات زياده في منتال، تغذيه، نظام التمرين اتغير، فكرنا اتغير عامه، يعني معسكر 21 غير 22 غير 23 غير سنه 24 طبعا. ف بس طيب خليني اخد من السؤال ده واروح لكابتن سامح الشاذلي رئيس اتحاد الغوص والانقاذ، ينضم لنا هاتفين. يا كابتن سامح صباح الفل. صباح الف مبروك على البطوله وعلى الميداليات. الله يبارك في حضرتك يا فندم، شكرا. يعني بصراحه زي ما بنقول كده رافعين راسنا، وادتونا طاقه ايجابيه اول ما عرفنا خبر الميداليات، ال 19 ميداليه. كنت لسه بسال ابطالنا اللي معانا مهاب وندى وبسمله على احنا غيرنا ايه عشان نبقى على منصات التتويج في عالم السباحه اللي احنا كنا بنتمناه من فتره طويله جدا. اولا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج على يعني المداخله الجميله، وعلى حضرتك استضافه الابطال اللي فعلا هم محتاجين ان هم المجتمع المصري كله يعرف ان في ابطال بيرفعوا راس مصر وبيرفعوا علم مصر، وبنسمع النشيد الوطني دي اهم حاجه خارج البلاد. يمكن بعد الاخفاق اللي حصل في باريس، وطبعا الجدل اللي حصل، وانا بقول ان احنا ما عندناش اخفاق في الرياضه المصريه، الرياضه المصريه بخير، كان لازم نقول لهم ان احنا فعلا على مستوى المسؤوليه، وان احنا فعلا عندنا ابطال يقدروا يشرفونا. بطوله العالم للسباحه بالزعانف بطوله قويه جدا، كنا في معقل السباحه بالزعانف في مارسيليا في فرنسا، ويمكن زي ما قالوا الولاد، وطبعا سواء ندى او مهاب او بسمله، عايز اقول ان احنا يعني التركيز اللي احنا كنا فعلا عاملينه، ويمكن اكتر من 45 يوم معسكر داخلي في اسكندريه بنتمرن في نفس الاجواء في البحر المتوسط، تمرين زي ما قالت ندى برضو في منتل، وكان اهتمام بتغذيه وكل حاجه كانت الحمد لله. يمكن المدير الفني مهندس شريف حبيب فعلا وجهازه الفني كانوا فعلا مركزين قوي ان احنا عايزين نطلع نعمل حاجه. احنا رايحين فرنسا، الجدال اللي حصل على دوره الالعاب الاولمبيه، لا احنا رايحين بقى فرنسا ولازم نرفع علم مصر. وده اللي كان 19 ميداليه، مش ده بس، انما مركز اول ترتيب عام دول، ده اللي كبير قوي يعني. في وسط دول طبعا رائده في عالم السباحه بالزعانف، لو قلنا طبعا روسيا، على الرغم انها ما اشتركتش باسم روسيا، انها بتشارك باسم الاتحاد الدولي لسيمس طبعا طبقا لقرار الامم المتحده، انما كان موجود معانا كولومبيا، كانت موجود معانا اليونان، موجود معانا فرنسا، موجود معانا دول جامده جدا احنا قدرنا ان احنا نتغلب عليها. ويمكن كان اخر ميداليه في التتابع كانت هي الفيصل ان احنا هنطلع الاول ولا هنطلع الثاني، وقد كان. واللي قاعده قدام حضرتك دي طبعا ندى جابت لنا تتابع من فم الاسد، وكانت يمكن هي العروسه بتاعه البطوله. ومش عايز برضو انسى مهاب، مش عايز انسى بسمله، مش عايز انسى مروان العمراوي، مش عايز انسى ملك، مش عايز انسى حسن نبيل، ابطال كتيره جدا يعني. كنا يعني الحمد لله 15 ولد وبنت، انما بجد كانوا جادرين ان هم يمثلوا مصر ويرفعوا علم مصر.
طيب اول حاجه انا عايزه ارجع لنقطه حضرتك اشرت ليها وهي المينتال اكسرسايزز، فانتوا بتشتغلوا على الموضوع ده ازاي؟ ده اول تساؤل عايزه اساله لحضرتك دلوقتي. وتاني حاجه عايزه اسالك على امكانيه الاستمراريه في حصد البطولات، واكيد الموضوع يعني محتاج توازن كتير قوي، الدعم اللي موجود، وجود سبونسرز في حاله توفرها، معسكرات كتيره جدا، فاعتقد الموضوع بيكون يعني ان احنا نوفره ده محتاج مجهود وتكاليف كمان. والله حضرتك قلت يعني يمكن احنا استفادتنا بدات من بطوله كاس مصر. اختيار المنتخب بيتم طبعا، دي لعبه عايز اقول قدام كل الناس، بنقدر ان احنا بنعمل بطوله في مصر اللي هي بطوله كاس مصر، نقدر نختار منها منتخب مصر سواء للكبار او الناشئين. بعد كده بنعمل لهم معسكرات مجمعه خلال الويك اند لغايه ما نبدا المعسكر اللي هو الرئيسي، المعسكر الاساسي بالنسبه لنا. طبعا عارف حضرتك فتره الامتحانات والدراسه عندنا في مصر بتبقى صعبه شويه، والاهالي كلها والاسر عندها تركيز. بعد كده بدانا معسكر مغلق بتاعنا في اسكندريه تقريبا من 5 اغسطس. البطوله على فكره احنا سافرنا بالتحديد يوم 23 سبتمبر، فكان بالنسبه لنا عندنا وقت كويس جدا ان احنا نقدر نرفع مستوى الولاد والبنات. وهو ده اللي كان التارجت بتاع. والمنتل شغالين ازاي بقى يا فندم؟ المنتل شغالين ازاي؟ المنتل عندنا طبعا استاذ دكتور متخصص في هذا الكلام. يمكن الولاد عندنا سيشن معينه خلال الاسبوع بيقعدوا مع بعض، ويبقى فعلا في تركيز. ده كان متوفر قبل كده ولا ده اضافه جديده؟ لا حضرتك احنا بدأناها يمكن متاخر شويه. النهارده الرياضه بقت علم. عايز اقول يعني العام الماضي كان عندنا بطوله العالم في السباحه بالزعانف في القاهره في استاد القاهره، وايضا احنا حصلنا على 14 ميداليه. يعني كانت بطوله عالم ناشئين وكان عندنا مهاب من ضمن المنتخب احد الافراد. انما عايز اقول احنا طبعا محتاجين جدا المنتال، محتاجين الفسيولوجي، محتاجين كل حاجه متخصصه، محتاجين تغذيه. النهارده الرياضه بقت علم، لازم ندخل العلم. مظبوط، لكن كمان لازم نطمن على المكافآت. مكافآت تمام ومتوفره للابطال ولا ايه؟ لا طبعا، عايز اقول لحضرتك لائحه وزاره الشباب والرياضه لائحه عاليه جدا. النهارده بطولات العالم ليها مستوى عالي جدا، بقى يمكن بعد الاولمبياد هي بطولات العالم. ويمكن احنا بنقول احنا في زمن دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ما بيغفلش عن ابطاله. يمكن احنا اتكلم معانا واحنا هناك، كان متابع معانا. وزاره الشباب والرياضه بعت لوزاره الخارجيه، كان معانا سفيره مصر او قنصل مصر في مارسيليا موجوده معانا على طول. فبالتالي مش جايه من فراغ، جايه من اهتمام وزاره الشباب والرياضه. فانا عايز اقول بشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي مهم قوي الحافز. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اني كنت لسه بكلم حضرتك على الاستمراريه من الحوافز بقى اللي انتوا اخذتوها معنويا قبل تحقيق الفوز. يا مهاب قول لي كان الموضوع بيدار ازاي في المنتل ده بقى؟ هو المنتل ان هو كان الموضوع بيبقى فير جدا، ان احنا نعرف ازاي مثلا نتعامل مع السبق، ازاي يعني لو في خوف. حسيت ان انت استفدت فعلا طبعا بعد الاضافه دي؟ اه طبعا. وندى اكيد طبعا. اضاف لك ايه؟ يعني كان دايما ان انا ادخل السبق متوتره، مكلمش حد. شال من عليك الضغوط دي؟ بالظبط، يعني انا بهزر عادي، نازله سبق هعمل اللي عليا، هحط اللي عندي والنتيجه هي اللي تطلع. بس مال اضاف لك ايه موضوع المنتل ده؟ حاجه كويسه، يعني انا كنت بخش سباق متوتره وخايفه، لا دلوقتي لا، بنزل السباق خلاص انا عارفه انا نازله اعمل ايه وهعمل اللي عليا وخلاص. انت الاصغر سنا في البعثه؟ لا انا اكبر سن. انت الاكبر سن؟ معقول؟ فاحنا كنا عندنا اساتذه وعمومي وناشئين مش كده في البطوله، وكلهم طبعا كانوا موفقين. الحمد لله. اصعب المراحل العمريه في السباقات كانت ايه؟ كانت طبعا العمومي والناشئين. كانت دي يعتبر اصعب حاجه. البطوله فعلا ما كانتش سهله خالص كتنظيم وككل حاجه. حتى كان في يوم تاجل في البطوله، وكان اخر يوم عندنا 3 سباقات تقيله في خلال حوالي 5 ساعات. طب قولي امنيتك في القادم تكون ايه؟ ان شاء الله عندي الورلد كاب بطوله كاس العالم في ايطاليا اخر الاسبوع. ان شاء الله دي اللي هيتاهل عليها الورلد جيمز. دي الورلد جيمز عندنا زي الاولمبيكس في السباحه الكلاسيك. بسرعه تحلمي بايه؟ برضو عندي بطوله الورلد كاب في ايطاليا الاسبوع الجاي او اخر الاسبوع. بحلم ان انا اتاهل ليها الورلد جيمز ان شاء الله، تبقى اول مره ليا. بسمه
ان انا افضل في اللي انا فيه ده ويعني اتقدم شويه شويه يعني. انت بقى مش بتبصي للي هو الزمن القريب، انت بتبصي للبعيد. ان شاء الله ربنا معاكم كلكم موفقين. مهاب وندى وبسمله نورتونا وسعداء بيكم جدا، مصر كلها بتحييكم على رفع العلم المصري اكتر من مره ما شاء الله، انتوا عاملين ريكورد يعني. بالتوفيق ودايما من نجاح لنجاح، نورتونا. شكرا جزيلا.